المستورة أختك بتستاهل كل غالي. تعرف لو كان واحد غيرك حكى هالحكي شو كنت بعمل فيه؟ كنت بشلع له جوزة حلقه شلع. أنا بدني ما عاد يتحمل بنوبها، ما عاد يتحمل بنوب. تغسل المروة بقى، تغسل المروة. يا عارف طول بالك، يا عارف هدي شوي. شلون بدك يعني هدي وانت عم تحكي معي هالحكي اللي لا بينزل لا بميزان ولا ببان؟ يا عارف انا بعرف العادات والتقاليد منيح، ولو كنت بمحلك يمكن حكيت اكثر من هيك. بس انا ما حكيت هذا الكلام الا لما عرفت انك رايدني يكون نسيبك. روق لك عارف، روق ورحمه ابوك تروق. انا من نهار بكره رح ابعت اهلي لحتى تكون الشغله رسمي برسمي. انا هذا الحكي ما يفوت لاهلي، ما يفوت لاهلي. يا عارف الخطبة والطنة والرنة ممكن تنسيها المنامات والكوابيس وما بعرف شو، انت بس فهم علي. ولك شو بدي افهم؟ دائما الحالات الجديدة اللي بتطرق على البني ادم ممكن تغير من طباعه. فيا عارف الحل الوحيد للطالع المستورة اختك من هالحالة ممكن سفرة، ممكن نزهة، ممكن رحلة، ممكن خطبة. شو قلت؟ لك يا مسنور. شوين عريفة؟ فاتتني شوية نوم. ما بدي رد وصيك يا أم عبدو، لا تتركي عريفة هالكم يوم. ها لك عريفة مثل بنتي، لا توصي حريص. إذا شايف ضوء غرفتها شاعل أبصر. حضر لك العشاء؟ لا متعشي برا يسلم. إن شاء الله ألف صحة وهنا. على قلبك عريفة. يا عريفة اختي مساء الخير. اهلين اخي. مساء الخيرات. قالت لي ام عبدو انك فتي تنامي من مدة. والله يا اخي عم حاول نام. طيب ليش تركت غرفتك شاعل لك اختي؟ والله يا اخي لقيت او نسلي خلي الضو شاعل. تعي اختي بدي احكي معك جوز كلام. تعي تفضلي اختي تفضلي. المحامي عماد. شبل المحامي؟ والله صرت أخجل منه لك أختي، يعني الزلمة شارينا بالغالي وعم يلاحقني ليل نهار. بس معلش يا أختي معلش، أنت وافقي بكرة يجي يشرب عنا فنجان قهوة وبركداً يعني إذا الله تمم على خير بتروح عنك هالمنامات والكوابيس اللي دبقانتك لك أختي. أبداً. يلا تفضل تفضل شرب. يلا شرف استاذ عماد. تفضل. ان شاء الله بيسلموا هديات يا ام عبدو. الله يسلمك. تفضل حبيبتي. لك عمتي طالما الزلمه شاريكي ليش لا؟ ومعتن عماد محامي ناجح وابن عائله محترمه. وليك وعين الله عليه. اي والله حليوه وبياخذ العقل، شو بدنا احسن من هيك؟ ام عبدو يا ام عبدو استعجلنا شوي بالقهوه الله يرضى عليك. على راسي. توكلي على الله يا اختي وفوتينا القهوه هلا، واللي كاتبه رب العالمين رح يصير ولا مو هيك عمتي؟ ان شاء الله ما بيصير الا كل خير تقبرني. وتأكدي يا أختي إنه لا يمكن أغصبك على شيء أنت لا حاببتي ولا رأيتي تحت أي ظرف من الظروف، وهي عمتك شاهدة على كلامي. إن شاء الله ربي ما يحرمني منكم ويخليكم لبعض كل العمر يا رب. ولا يحرمنا منك يا عمتي. الله يخلينا إياك يا رب. عن إذنكم. فوتي أختي فوتي. عن إذنك تركي. لا ما بيساير أختي ما بيساير عادي.
ليش ما عم تقبلي فينا عريفة خانم؟ لا والله أعوذ بالله، بس يعني لأنه لأنه شو؟ أنت أجيت بوقت مو مناسب يا أستاذ. الهوى إله وقت مناسب؟ الهوى؟ إيه؟ الهوى؟ هيك بهالعجلة بيصير الهوى يا أستاذ؟ مين قالك إنه اللي لازم يهوى لازم لشهور وأيام وسنين؟ الهوى نظرة. نظرة؟ إيه نظرة. بس أنا اسمحي لي، عارف حكالي عن كل شيء عم بصير معك، لذلك أنا أصريت إني أتقدم لك بسرعة. يا عريفة أنا بدي إياكي من بين كل الصبايا. يعني أنت بس إذا بتأجل لي هالموضوع شي شهر شهرين زمان بكون أحسن. ولا يوم بترجاك يا بدون ما تترجيني. يا بس بدون بس بسي.